مستطيع. حقا؟ لم أكن أعتقد أنه تخرج من الجامعة بهذه السهولة. عدنان، أنا جادة. هدى، لقد ناقشت هذا الأمر أكثر من مرة ولا أريد مناقشته بعد اليوم. هل هذا واضح؟ أنا مسؤولة عن تربيته مثلك تماما. لو كنت تشعرين بهذا حقا لما فتحت هذا النقاش الحاد أمامه. انظري إليه، هل ترين نظرات الاستغراب في عينيه؟ ذاكرة الطفل في هذه السن يا هدى آلة تصوير، تلتقط وتسجل. أنا آسفة يا عدنان، لم أكن أقصد. انتهينا على كل حال. هل أعددت العشاء؟ نعم. سمير، هيا امتطي جوادك ولنذهب إلى العشاء. هيا ساعديه يا ماما ليمتطي الجواد. حاضر. الذي يحيرني يا ملازم حسن أن هذه المنطقة لم تشهد أي جريمة سرقة منذ 6 أشهر، ثم فجأة وفي خلال أسبوع واحد تحدث 10 سرقات. فماذا تغير إذن؟ ولماذا وكيف؟ أنا أعرف، أمر واحد تغير. لو سمح لي سيدي. تكلم يا ملازم حسن، كلانا مسؤول عن هذه المنطقة وكلانا مسؤول عن الأمن فيها. الأمر الوحيد الذي تغير يا سيدي هو انتقالك أنت إلى هنا. ماذا؟ عفوا سيدي، انتقل العقيد مدحت إلى المنطقة التي كنت فيها يا سيدي، وانتقلت أنت إلى هنا. أقصد قصدك واضح جدا يا ملازم حسن، ولكن هل تعتقد أن هذه الجرائم مجرد تحية احتفالا بقدومي؟ إنه لأمر محير يا سيدي. ملازم حسن. سيدي، أريد تقريرا كاملا عن جميع أصحاب السوابق ونزلاء السجن في المدينة، أريده خلال أسبوع واحد. أمرك سيدي. مساء الخير يا هدى. كيف حالك وحال الصغير؟ بألف خير، نحمد الله. تفضل، سيرجع عدنان بعد قليل. كنت أظنه قد رجع. تفضل، فكم أنا مشتاقة للجلوس معك. عندما كنت بعيدا عني كنت تكتب لي على الأقل، والآن وأنت معي في نفس المدينة لم أعد أراك أو أسمع منك. هل كففت عن اعتبار الشقيقة المفضلة؟ أنت تعلمين يا هدى أنك كنت دائما الصديقة قبل أن تكوني الشقيقة، وكنت موضع أسرارك، وكنت الناصحة والمرشدة. وما أشد حاجتي لنصحك وإرشادك. خالد، ما الذي حدث يا أخي؟ نبرات صوتك تصطبغ بصبغة حزينة. إنها لكذلك، أنا لم أشعر بالهزيمة يا هدى حياتي كلها، ولكنني أشعر بالهزيمة الآن. أنت يا خالد تشعر بالهزيمة؟ ما أعجب ما أسمع. 10 جرائم منذ أن وليت أمر الأمن هنا، لم أستطع الكشف عن جريمة واحدة وعقاب مرتكبيها. أليست هذه هزيمة؟ من أرشيف الإذاعة.